احتدام المعركة الانتخابية في إسرائيل ومنافسة حادة في الليكود عشية الانتخابات التمهيدية. وفد روسي في طهران لبحث مسألة اللجنة الدستورية في سوريا. وفرنسا تقول إنها ستعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا في حال رفض مادورو إجراء انتخابات. أخبار الساعة من I24 نيوز، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل ستواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة. يحيون في إيران اليوم حلول الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية ويحاولون الافتخار بصاروخ جديد. إيران تصرح على الملأ بأنها تعتزم تدمير دولة إسرائيل. لدي رسالة واضحة إلى الطغاة في طهران، نعلم ما تقومون به ونعلم أين تقومون بذلك. سنواصل بغية ضمان أمن إسرائيل ومستقبل إسرائيل، العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة. وفي الشأن الفلسطيني قال نتنياهو إن إسرائيل شرعت في بناء حاجز بري مع قطاع غزة، لكنها لن تتورع عن ضرب القطاع حتى في أونة الانتخابات في حال تطورت الأوضاع الأمنية. شرعنا خلال نهاية الأسبوع في إقامة حاجز بري على امتداد حدودنا مع قطاع غزة الذي سيحبط تسلل الإرهابيين برا من غزة إلى داخل أراضينا. إلى جانب ذلك أود أن أوضح بأن إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة سنتخذ قرارات أيضا في فترة الانتخابات ولن نتردد في التحرك. احتدمت حدة الخلافات في حزب الليكود قبيل يومين من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب لانتخابات الكنيست، وأظهرت تقارير توافق مجموعات محددة في الحزب على مرشحين وإقصاء آخرين، بينما قالت مصادر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول إقصاء الوزير السابق جدعون ساعر عن المواقع المؤثرة في القائمة الانتخابية. الثلاثاء المقبل موعد الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، وقبل يومين من انعقادها تحتدم الصراعات بين قيادات الحزب. 120 ألف ناخب من أعضاء الليكود سيصوتون في الانتخابات التمهيدية لتحديد القائمة، لكن هناك عوامل أخرى من الممكن أن تحدد مصيرها. فنتنياهو أبدى دعمه لبعض المرشحين ومنهم رئيس دوانه سابقا، وهو الذي كانت الشرطة قد أوصت بتقديمه إلى العدالة في الملف المعروف ب3000، في حين تتحدث تقارير عن محاولة زعيم الحزب إبعاد مرشحين آخرين ومنهم الوزير السابق جدعون ساعر، فيما يعمل مقربون نتنياهو دون حصول الوزير أيوب قرة على مكانة متقدمة في القائمة. وفي ظل التحديات التي يواجهها الليكود أعلن إطلاق قناة إخبارية ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى من نتنياهو لتجاوز الإعلام الإسرائيلي الذي يتهمه رئيس الوزراء بملاحقته والإساءة إليه. شيء واحد من الممكن أن أؤكده لكم وهو تغطية إيجابية وحقيقية. وأيضا في ظل التحدي الذي بات يمثله حزب حوسن لإسرائيل الذي أسسه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس، كشفت مصادر إسرائيلية عن احتمال اندماج حزب آخر من قوى اليمين مع حزب الليكود قبل الانتخابات، لا سيما وأن نتنياهو طلب من حزبه ترك 3 مقاعد في القائمة ليتسنى له دمج حزب آخر من قوى اليمين. لكن الأحزاب اليمينية تنفي وجود أي اتصالات مع حزب الليكود لتشكيل تحالف يخوض الانتخابات المقبلة بكتلة واحدة، خصوصا نفتالي بنت وأفيغدور ليبرمان. للتعليق على هذا الموضوع معي السيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي، أهلا بك سيد شكيب. أولا يعني معركة تحتدم في داخل الليكود اليوم، قائمة لمن يعرفوا أو يعرفون أنفسهم بالليكوديين الجدد، يعني قائمة من التوصيات بشأن القائمة الجديدة للمرشحين. دعنا نقول أنه كون حزب الليكود حزب الحزب الحاكم في إسرائيل من الطبيعي أن يكون به تنافس، ومن الطبيعي أن يكون به عدد كبير من الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا جزء من قائمة مرشحي هذا الحزب. في الواقع كان هناك تقسيم بين أعضاء الكنيست الذين يزاولون مهامهم الآن، لا يستطيعون التنافس مرة أخرى في ألوية الحزب. وقام نتنياهو بزيادة عدد المقاعد المعدة لأعضاء الكنيست الموجودين
بهدف إدخال أكبر عدد منهم، ولكن هنالك على الأقل 10 أعضاء كنيسة موجودين اليوم في قائمة الليكود لن يستطيعوا أن يدرجوا أنفسهم حتى مكان 19. وطلب نتنياهو أن يحصل على 3 أماكن لإعطائها لأشخاص من خارج الحزب ربما من خارج القائمة يصعب أكثر وأكثر على عملية الانتخاب. وليس صدفة هنالك صراع دموي يجري الآن في كل أروقة الحزب بين المرشحين ومعاونيهم. وقبل قليل صدفة كان موجود السيد جدعون سعر الوزير السابق هذا، وشعرت مدى الضغط الذي هو موجود به. وكان علي حديث مع وزير الأمن الداخلي قبل قليل، وشعرت أيضا أنه مضغوط لأنه كل منهم يصارع هذا صراع بقاء سياسي، يصارع على مكانه السياسي. وطبيعي يعني من رأى صحيفة إسرائيل اليوم في هذا الصباح ورأى الأسماء التي أدرجها مقربو رئيس الحكومة لهذه الصحيفة، ونحن نعلم أن هذه الصحيفة هي لسان حالي والكل يعلم أنهم مقربين منه، والمعلومات التي يكتبونها عامة إلى حد ما تمثل جدا موقف نتنياهو. طب السيد شكيب، إذا أردت أن أسألك، يعني الصراع داخل الليكود مفهوم، لكن الصراع مع جدعون ساعر بين نتنياهو وساعر، لماذا لا يريد نتنياهو لساعر أن يكون في مواقع متقدمة؟ لأن جدعون ساعر بنظر نتنياهو هو الوحيد الذي قد يشكل عليه خطر مستقبلا، وهو الشخصية المقبولة لإمكانية وراثته. وكان هنالك حتى في قانون يسمى قانون جدعون ساعر، وهذا القانون الهدف منه أن يمنع من رئيس الدولة أن يعطي بعد الانتخابات التفويض لتشكيل حكومة لمن ليس رئيس حزب. يعني نتنياهو يتخوف من أن يتصدر جدعون ساعر، وجدعون ساعر معروف أنه رجل جريء ولديه مواقف ويستطيع أن ينتقد بشكل لاذع. ترك المعترك السياسي بعد خلاف بينه وبين رئيس الحكومة وعاد إليه بعد أن أعلن أنه لن يتنافس مع نتنياهو، ورغم ذلك لا يزال رئيس الحكومة يرى فيه خطر. يرى فيه خصم. طيب السؤال الأخير سيد شكيب، لاحظنا اليوم في بعض المواقع في تل أبيب وجود لافتات ويعني حزبية لحزب الليكود، صور لرئيس الوزراء نتنياهو بصحبة الرئيس الأمريكي ترامب. ماذا يحاول الليكود أن يقول؟ نتنياهو يقول أنا القائد، أنا الزعيم، أنا الذي له علاقات على مستوى دولي، أنا من يملك أجمل وأحسن علاقات مع حليفة إسرائيل الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، أنا وفي لدي علاقة مميزة مع أقرب وأكثر رئيس محب لإسرائيل في السنوات الأخيرة، أعطوني الثقة ثانية. أشكرك جزيل الشكر السيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي. أعربت مصر عن قلقها إزاء القرار الإسرائيلي بشأن عدم تجديد ولاية بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وكانت الكويت قد طالبت مجلس الأمن أمس بعقد جلسة خاصة لبحث الأوضاع في المدينة. بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء التجديد للبعثة الدولية المؤقتة في الخليل والتي تعمل في المدينة منذ عام 1995، طالبت دولة الكويت مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة خاصة حول الأوضاع في مدينة الخليل وسط تنديدات من قبل المجتمع الدولي بالقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه خطوة جديدة للتستر على الأعمال غير القانونية. الخليل يحتل أهمية من ناحية دينية وقومية وفق الأعراف اليهودية، وهي تستبيح كل شيء في مدينة الخليل. هناك فرض لإجراءات وواقع جديد مغاير. قرار نتنياهو والذي اتهم فيه المراقبين الدوليين بالقيام بأعمال مناهضة للفلسطينيين أثار غضبا فلسطينيا على صعيد واسع، حيث اعتبر قادة فلسطينيون أن الأمر يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وخرقا صريحا لاتفاق أوسلو الذي وقع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي،
حيث تم الاتفاق على تواجد البعثة الدولية بناء على ملحق اتفاق أوسلو عام 1995. هذا القرار الإسرائيلي قرار خطير، أولا لأنه يعطي انطباع بأن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تطلق يد المستعمرين المستوطنين للبطش بسكان الخليل وخاصة البلد القديمة. ثانيا يمثل إهانة للدول الراعية لبعثة المراقبين، ويمثل تنصلا من اتفاق أوسلو وخروجا عليه. الخارجية المصرية بدورها أعربت عن قلقها أزاء القرار الإسرائيلي، مشددة على ضرورة تجنب أي قرارات أحادية تخالف أحكام اتفاق أوسلو وتعقد الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إنه تلقى اقتراحات لتعديل الدستور تشمل زيادة مدة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات. وقال عبد العال أمام اللجنة العامة بمجلس النواب بعد أن أحال إليها اقتراحات التعديلات إن المجلس سيفسح المجال لحوار عام حولها عندما تعرض على اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشتها. وينص الدستور المصري على تحديد ولاية الرئيس ل4 سنوات. أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف والنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ناقشا في طهران إطلاق اللجنة الدستورية السورية. وجاء في بيان الوزارة إنه تمت مناقشة مهمات التشكيل السريع وإطلاق اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كما تم النظر في التحضير للقمة الثلاثية المقبلة في صيغة أستانا. حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أوروبا من دفع الجمهورية الإسلامية إلى تعزيز مدى صواريخها عبر محاولة منعها من تطويرها. وأوضح أن إيران تطور التكنولوجيا المرتبطة بصواريخها بناء على استراتيجية دفاعية تتغير وفق الحاجة. وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ عابر جديد يتجاوز مداه 1350 كيلومتر، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 40 لقيام الثورة الإسلامية. يصل البابا فرانسيس إلى الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم في مستهل زيارة تاريخية لترأس قداس ضخم هي الأولى لحبر أعظم إلى شبه الجزيرة العربية. وسيشارك البابا في حوار ديني غدا مع شيخ الأزهر أحمد الطيب ومسؤولين دينيين آخرين. ويعيش قرابة 1 مليون كاثوليكي جميعهم من الأجانب في الإمارات، حيث توجد 8 كنائس كاثوليكية. وتتوقع السلطات الإماراتية مشاركة أكثر من 130 ألف شخص في قداس يوم الثلاثاء. وقبيل مغادرته قال البابا فرانسيس في قداس يوم الأحد إنه يتابع الأزمة الإنسانية في اليمن بقلق كبير، وحث جميع الأطراف على احترام الاتفاقات الدولية وضمان وصول الغذاء لليمنيين الذين يعيشون في معاناة. يذكر أن الإمارات تقوم بدور رئيس في التحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات في اليمن. الشعب اليمني أنهك من الصراع الطويل، والكثير من الأطفال يعانون من الجوع وغير قادرين على الحصول حتى على فتات الطعام. أناشد كل الأطراف في هذه الحرب والمجتمع الدولي للضغط فورا لاحترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها وضمان توزيع الطعام والعمل لصالح الشعب. هناك أطفال جائعون وعطشة ولا يملكون الدواء. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي في مقال بصحيفة ساندي تيليغراف إنها ستسعى لحل عملي لحالة الجمود في البرلمان بشأن شروط خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، وذلك عندما تحاول إعادة فتح المحادثات مع بروكسل. وألقت مي الضوء على الطريقة التي تنوي اتباعها لحل المشكلة الرئيسة التي أثارت معارضة نواب حزبها، وهي ترتيبات ما بعد الخروج بشأن الحدود بين المملكة المتحدة وإيرلندا. قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس إن رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل سيكون تصرفا غير مسؤول. وقال فوكس إن من مصلحة الجميع التوصل إلى هذا الاتفاق، وقول الاتحاد الأوروبي إنه لن يناقش الأمر يبدو تصرفا غير مسؤول.
هل يقولون حقا إنهم يفضلون عدم التفاوض والوصول إلى وضع الخروج دون اتفاق؟ من مصلحتنا جميعا التوصل إلى هذا الاتفاق، وقول الاتحاد الأوروبي إنه لن يناقش حتى الأمر يبدو لي تصرفا غير مسؤول جدا. قال توني بلينكين المسؤول السابق في البيت الأبيض إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة مع روسيا يعد هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يزيل أي عوائق قانونية تقيد الطريقة التي تتعامل بها روسيا صوب هذا النوع من الصواريخ. ويأتي ذلك بعد تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية بعد الانسحاب الأمريكي من المعاهدة. يقف العالم على أعتاب حرب باردة جديدة وعودة لسباق التسلح بين روسيا والولايات المتحدة. سؤال برز بقوة مع إعلان القوتين العظميين تعليق التزامهما بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى وتبادل الاتهامات والتحذيرات فيما بينهما. جاء هذا بعد انتهاء كل من المحادثات والمهلة التي حددتها واشنطن دون حدوث تقدم، فجمدت الولايات المتحدة التزامها تبعتها روسيا. سوف ننتظر حتى يعلن شركاؤنا أنهم نضجوا بما فيه الكفاية كي يخوضوا حوارا ذي معنى ومتوازن معنا حول هذه المسألة الهامة. تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا باختراق المعاهدة، لسيما من خلال صاروخها 9M729، الأمر الذي نفته روسيا لتؤكد أن صاروخها لا يتجاوز المدى المتفق عليه. أحد الأطراف لم يكن ملتزما بالاتفاقية، التزمنا نحن لكن هو لا. آمل أن نستطيع لم الجميع في غرفة واسعة وجميلة كي نعد اتفاقية جديدة أفضل. روسيا لوحت بالمقابل بتعزيز ترساناتها الصاروخية والنووية، إذ قال رئيس الوزراء الروسي إن بلاده ستخصص أموالا لتمويل أبحاث عسكرية وتطوير أسلحة جديدة، فيما أوضح نائب وزير الخارجية أن معاهدة ستارت حول خفض الترسانة النووية ستنتهي في غضون عامين وقد لا تتمدد. خطوات كهذه قد تستنسخ في الجانب الأمريكي، والذي أعلن في مثل هذا الوقت العام الماضي أنه ينوي تطوير سلاحين نوويين جديدين أحدهما ينتهك معاهدة الصواريخ. للتعليق على هذا الموضوع معي عبر سكايب دكتور حسين الديك خبير الشأن الأمريكي. أهلا بك دكتور حسين. أولا يعني إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة، هل هي فورية أم أن الأمر سيستغرق وقتا بالتالي يمكن يعني لروسيا أو لأطراف أخرى التعويل عليه؟ يعني بالتأكيد هذه المعاهدة هي معاهدة ثنائية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وقعت في عام 1987 وتمدد كل 5 سنوات. الشيء المهم الذي لابد لدينا من الإشارة إليه أنه في عام 2014 تحدث الرئيس باراك أوباما عن الانسحاب من هذه المعاهدة بسبب تطوير الروس لصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى، ولكن ضغط دول الاتحاد الأوروبي حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى تراجع الرئيس باراك أوباما عن هذا الموضوع. الآن من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب من هذه الاتفاقية، ومن حق روسيا أيضا أن تنسحب من هذه الاتفاقية، ولكن نرى هنا أن هذا الانسحاب ليس هو الانسحاب من أجل الانسحاب. ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعيد التفاوض على هذه الاتفاقية. لماذا تلتزم هي وروسيا فقط بها؟ لماذا لا يتم إشراك أطراف أخرى وخاصة الصين في هذه الاتفاقية؟ لأن هناك بعض التقارير تقول أن الصين هي تطور أسلحة باليستية متوسطة المدى وقصيرة المدى بدون أي رادع أو ما يمنع ذلك. لكن دكتور حسين، إذن يعني حضرتك تقول أن هذه خطوة ربما مناورة من الجانب الأمريكي لأجل التفاوض جديد، وربما التفاوض من جديد وإدخال عناصر أخرى في هذا الاتفاق، من خلال على الأقل ما نراه في تصرفات الرئيس ترامب هو لا يخضع للضغوط بشكل كبير. إن كنا نتحدث عن الرئيس السابق أوباما قد خضع لضغوط يعني ربما أوروبية لعدم الانسحاب من هذه الاتفاق، هل ترى ترامب في هذا الاتجاه؟ الرئيس ترامب يحاول اللعب على أكثر من مدى في هذه الاتفاقية. إطلاق سباق تسلح جديد هو ليس من مصلحة الروس بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها روسيا في هذه الأيام. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لديها نوع أكبر من الحركة والمرونة والمناورة في هذا الاتجاه.
أضف إلى ذلك ضغط المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، سيعيد الإطار إلى داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإعادة التفاوض وإدخال شركاء جدد في هذه الاتفاقية. طيب فيما لو يعني افترضنا أن مسألة الانسحاب ستكون نهائية في مرحلة ما وبالتالي أخفقت هذه المفاوضات التي تتحدث عنها، هل هذا يفتح الباب بالفعل للمخاوف يعني الأوروبية المتجددة عن سباق جديد للتسلح؟ كيف ستتصرف الولايات المتحدة حياله وكذلك موسكو؟ نعم، نحن أمام سيناريو آخر في هذه الحالة، إعادة إطلاق سباق التسلح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من جديد، وهذا سيكون له عواقب وخيمة وخاصة على القارة الأوروبية التي تقع ما بين الجهتين، سوف تكون مسرحا لتلك الأحداث. ولكن الوضع الاقتصادي الروسي لا يسمح بالذهاب إلى سباق تسلح إلى حد كبير أو حد بعيد، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نوع من المرونة والمراوغة والوضع الاقتصادي الأفضل التي يمكن الاستمرار من خلاله للذهاب إلى إنتاج المزيد من الأسلحة والذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير. طيب دكتور حسين، عندما يتحدث مسؤول سابق في البيت الأبيض بلينكين ويقول إن يعني الانسحاب هدية للرئيس فلاديمير بوتين كونه يزيل أي عوائق قانونية تقيد الطريقة التي تتعامل بها روسيا، ماذا يقصد يعني بهذه العوائق؟ يعني هو طرح هذا الموضوع من باب المناكفة بالرئيس ترامب. ماذا يقول هذا الشخص فيما لو أن الرئيس باراك أوباما في العام 2014 هو الذي انسحب؟ الاتفاقية مدتها 5 سنوات، تجدد كل 5 سنوات. في عام 2014 كان هناك موعد لنهاية هذه الاتفاقية، تم تجديدها ولم ينسحب الرئيس باراك أوباما. اليوم جاءت فرصة لأن الروس في تلك الفترة عملوا على تطوير أسلحة باليستية متوسطة المدى واخترقوا هذه الاتفاقية. أرى أن هناك نوع من الجدية وأن هناك مبرر لدى الجانب الأمريكي لطرح هذه الشروط والانسحاب من هذه الاتفاقية في تلك الفترة. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسين الديك خبير الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا. دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غويدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد المعارضة إلى تنظيم مظاهرات جديدة يوم 12 من فبراير شباط الجاري، وعمت أمس المظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شوارع العاصمة كاراكس. وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره دعا غويدو المعارضة إلى تنظيم مظاهرات ضخمة ضد الرئيس مادورو يوم 12 من فبراير الذي يحتفل فيه الفنزويليون بيوم الشباب. وأكد غويدو أن المظاهرات المناهضة لحكم مادورو ستستمر حتى تحقيق المعارضة أهدافها. وفي الشأن نفسه قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو إن بلادها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غويدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو إجراء انتخابات رئاسية بحلول مساء اليوم. ورفضت لوازو اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ووصفته بأنه مهزلة. أما تركيا فقالت على لسان وزير خارجيتها مولود شاويش أوغلو إن الدول التي اعترفت بخوان غويدو تؤجج مشكلات البلد وتعاقب الملايين من سكانه. وتدعم تركيا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو على خلافا للولايات المتحدة وكندا شركتي أنقرة في حلف شمال الأطلسي وعدد من دول أمريكا اللاتينية التي اعترفت بإعلان غويدو نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا. وعزز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقات بلاده الاقتصادية والسياسية مع كاراكس واتصل بمادورو الشهر الماضي لحثه على الصمود في وجه ما وصفها بالتطورات المناهضة للديمقراطية. والختام من تحذير العلماء من أن نصف أنواع البن في العالم يهددها خطر الانقراض. عالم من دون قهوة، هل باستطاعتكم تخيل ذلك؟ حذر علماء أمريكيون قبل نحو أسبوعين من أن ما يزيد على نصف أنواع البن البري في العالم عرضة لخطر الانقراض. فأظهر دراسة نشرها خبراء في مؤسسة رويال بوتانيك جاردنز في بريطانيا إن إجراءات الحماية الحالية لأنواع البن البري ليست كافية لحمايته على المدى البعيد. ويرد عشاق القهوة وأصحاب المقاهي في مصر بأنهم لا يصدقون احتمال اختفاء جزء أساسي من يومهم. فكرة أن البن ما يبقاش موجود ده مستحيل يحصل.
يعني في ناس كتير لا يعني هم عايشين على البن، هم عايشين على القهوة. فلا ما يعني لو فعلا الكلام ده مظبوط اكيد في اوبشن هيعملوه عشان يوفروا بن. احنا كلنا عايشين على البن اصلا يعني، او 70% او 80% عايشين على البن. بحسب تقارير من الغرفة التجارية بالقاهرة، استهلك المصريون 45 ألف طن من القهوة في العام المنصرم، حيث يمثل هذا الرقم ارتفاعا عن العام الذي سبقه بخمسة آلاف طن. وانت عندك البن ده زراعة زي أي زراعة، محاصيل طماطم خيار فاكهة أي حاجة، فيضان بيجي ساعات فترة ياخد زراعة كلها فيأثر في الانتاجية في الاستهلاك، تلاقي سعره عالي مثلا. والوقت بقى عندك بقى الاحتباس الحراري وعندك شعر ايه وعندك ايه، عندك طرق كتيرة حتى انت وقتي الصيف والشتاء بتاعك اتغير. البن العربي أرابيكا هو أيضا واحد من أنواع البن المعرضة للانقراض، ويعتبر من أكثر الخلطات انتشارا في القاهرة. وصلنا بهذا إلى ختام أخبار الساعة، المزيد منها يمكنكم أن تتابعوه عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله وحفظه.